جاء رجل إلى علي بن أبي طالب يسأله، فقير يسأله، طرق الباب فخرج علي قال مسكين. يقول علي رضي الله عنه: فتذكرت 4 دراهم عندي ولكني لا أدري أين وضعتها، فقلت له انتظر. فدخلت أبحث عن الدراهم فاستبطأ هذا المسكين، يعني تأخر عليه علي فانصرف، لكنه قبل أن ينصرف تلفت فوجد فرس علي رضي الله عنه وعليها خطامها، فسرق الخطام. مسكين حرام، سرق الخطام. فجاء خادم علي، علي لقي الدراهم، خرج لم يجد الرجل، رجع إلى دخل بيته. فجاء خادم علي وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أحدهم سرق خطام فرسك. فقال علي: والله ما عندي إلا هذه الدراهم، اذهب إن وجدت خطاما تشتري به تشتريه بهذه الدراهم. فخرج الخادم، وإذا الذي سرق الخطام يبيعه بسوق، إنه لا يريده، يريد المال. فقال: بكم تبيعه؟ قال: بكم تشتري؟ متفق على 4 دراهم. فأعطاه الدراهم 4 وأخذ الخطام. فرجع إلى علي قال: يا من وجدت خطامك يباع. فقال: صف لي الذي اشتريته منه. فوصفه فتذكره علي هو الذي كان يسأل. فقال علي: إن هذه الدراهم كتبها الله له، فلم يصبر حتى يأخذها بالحلال، استعجل حتى أخذها بالحرام، فهي مكتوبة له هذه الدراهم له، لكن لتعجله أخذها بالحرام، ولو صبر لأخذها بالحلال.